وسائل قياس نبض القلب التقليدية الموجودة بالأسواق والمتوفرة بالأجهزة اللي نستعملها كل يومية من التليفون والساعة الذكية. الشيء اللي تتجاهله هذه الأجهزة هو تأثير عمر الإنسان ومؤشرات الحيوية الأخرى على هذا دقة القياس. دقة القياس بالحقيقة تشوفوها يعني مشكلة بسيطة، لكن هي ممكن تكون مهمة إنه تدل على مشاكل وأمراض أكبر بالمستقبل. حاولت أطور فكرة وألقي حلول لهاي المشكلة. الشيء اللي سويته هو إنه صممت جهاز يكون مبسط لفكرتي. هذا الجهاز يجمع بين قياس نبض القلب وما يتجاهل المؤشرات الحيوية الأخرى. أنا الجهاز صممته عن طريق الأردوينو. أردوينو هو العقل المدبر اللي مات المشروع كليته. استخدمت لغة برمجة أردوينو سي. هذا المشروع أقدر أطوره بالمستقبل حتى يشمل مؤشرات حيوية أكثر مثل الضغط والسكر، لأن هاي الأشياء كلها تأثر على القياس من نبض القلب. هسه هذا هو المشروع. المشروع هو ببساطة لكن يكون مهم حتى أبين فكرة مالتي. هسه ممكن رئيس مجلس الوزراء دكتور حيدر العبادي تفضل شاركني أجرب هذا الجهاز. الحمد لله. استفضل. اي خلص. هسه الجهاز هو يتصل عن طريق البلوتوث. اي شوي بعد عنها. هسه هو يشتغل على البلوتوث، فاحنا شو راح نسوي؟ ندخل العمر. قد عمرك؟ 25. اوكي. هسه حاليا جهاز يقيس النبض. اوكي تمام. هسه قاس النبض وبين لك هو شنو. انت مو دخلت العمر، راح قاس النبض مالتك وبالاعتماد على عمرك راح يطلع لك النتيجه مال القياس. هسه تقولكم تفكرون انا ليش سويت هذا الجهاز اصلا؟ طموحي وشغفي بان اكون مهندسه الكترونيات، واهتمامي بالبرمجيات، ورغبه اهلي بان اكون طبيبه، ولهاي اغلب الاهالي العراقيين يريدون ابنائهم يصيرون اطباء. هذا الشيء دفعني انه اصمم هذا المشروع حتى ابين لهم انه الطبيب ما يستغني ابدا عن المهندس. الطبيب شلون يشتغل اذا هو ما عنده اجهزه المهندس؟ وطبعا انا شفت انه بعض الناس اللي يروحون المستشفيات يعني ما يحصلون على استجابه سريعه. انا اللي سويته هاي الفكره، حاولت اساعد ذول الناس بطريقه سهله وسريعه حتخفف عن ضغط المستشفيات. هذا الضغط لان راح يعني متولد عن طريق التعداد السكاني وهالاشياء ويعني كل اوضاع العراق، فهذا كله حيكون تخفيف بسيط انه لان حيكون متوفر بالشوارع وراح يكون اهم شيء مفيد بوقت الطوارئ. هسه احنا يعني هذا اللي سويته قدامكم، وهاي الامكانيات ايش تعكس لكم؟ راح تعكس طاقات الشباب العراقي اللي بمثل عمري. هاي الطاقات اللي نقدر نطلعها ونستغلها في خدمة مجتمعنا. احنا لازم اول شيء يعني هاي العراقيل اللي تصير بوجهنا دائما، هاي دائما المفروض يعني نستغلها لصالحنا، دائما نحاول نتجنبها، دائما نحاول نتجاوزها. هاي العراقيل نستفاد منها وسلبيات محيطنا نستفاد منها حتى كليتها نتقدم بيها، ما ناخذها انه نقعد نتذمر والله هاي عراقيل وما نقدر نستمر بمالتنا الافكار، بالعكس نلقاها نقطه حتى ننطلق بمشاريعنا. هسه لازم كل انسان يصير عنده هدف بالحياه. ليش يصير عندنا هدف؟ الهدف هو الشيء الوحيد اللي يخلينا نتقدم بهاي الحياه، وهو الشيء الوحيد اللي يدفعنا انه نسوي شيء حتى نطور بلدنا. شكرا.